تعمل ايه لما تلاقي قلبك متاخد منك كده وانت مش عارف تتصرف؟ العين بصيره والايد قصيره والدنيا خربانه زي ما انت شايف، وانا بقى تايه في الدنيا الخربانه دي وخربان زيها. ساعات بقول لنفسي مش كل حاجه لازم تعمل لها حسابات، وساعات اقول لا، اكيد كل حاجه ليها حسابات. حتى لو الشغل مشي معايا والفلوس جريت في ايدي، دي واحده خريجه جامعه وسامحها بتقول لاصحابها ان هي عايزه تدرس دكتوراه، وصاحبك بقى دبلوم، يعني هيبقى مسخره اصحابها واهلها. ده اذا افترضنا اصلا ان هي عايزه تتجوز، مش مجرد قصه جديده عايزه تعيشها، ولما تعيشها هتزهق وتمشي. هي بقى تزهق وتمشي وانا اقعد في الارض جنبك؟ لا هتزهق يا سلطان، هتزهق. عليها بقيت استحمل ظروفي. لا مش هتستحمل يا سلطان، انا لسه عايز اكمل تعليم غاليه واجوزها، ده غير مرض امي وجدي. اجيب منين فلوس انا بقى عشان اعيشها في مستواه؟ ايوه صح انا معاك، هي فعلا مش غنيه، بس برضه الفرق كبير. حامد، حامد خير يا ابو العزم؟ رحت لك البيت، امك وفاطمه قالوا لي انك هنا. مش عوايدك يعني تعدي؟ عايز ايه؟ والله لو علي اعدي، بس الوضع والشهيدنا دي معايش كان حساس، دلوقتي بقى احساس. الله يرحمه بقى ويقدر فاطمه على تربيه حياله. بص يا ابو العزم، لو ده الموضوع اللي انت جاي لي عشانه يبقى مش احسن. لا يا حامد، انا جاي لك في موضوع تاني خالص. خير؟ المقام دي ومقامات التانية بتاعت السلطان حامد. مالها المقامات؟ سمعت يعني ان في ناس بتفحفر تحتيه، والكلام ده ما يرضيش ربنا. الاولياء برضك لهم احترامهم. وانت من امتى ليك في الاولياء والمقامات يا ابو العزم؟ لا انا في الاولياء ما اقولكش، انت بس اللي مش عارفني. وانت شعرفك ان في ناس بتحفر؟ هو في حاجه بتستخبى في البلد دي؟ ما انت عارف. وانت عندك حق فعلا، في ناس بتحفر. مين بقى؟ انا هموت واعرف مين اللي بيحفر. تعرف انت؟ انا جاي اسالك اصلا. يا ريت اعرف والله يا ابو العزم. تمام. طب بالنسبه لفاطمه بقى؟ اتكل على الله يا ابو العزم، اتكل على الله. السلام عليكم. واتش إت.